اهلا بيكم، برحب بيكم طبعا في فيديو جديد ان شاء الله تستمتعوا بيه النهارده. كل سنه وانتم طيبين، داخلين على رمضان فالاكل يبقى قرديحي، بس مش اي قرديحي، الكشري وبطريقه خاصه جدا. خلينا نشوف الكشري وهنحلي معاه برز بلبن. خلينا نشوف اول خطواتنا ان شاء الله عشان نخش في الموضوع على طول. اول حاجه انا بجيب عندي الرز بلبن، بفتح عندي الحليب بتاعنا اهو بيكون كامل الدسم، واحط هنا لتر. تمام، امشي بقى على الخطوات بالله عليكي بتاعه الرز اللبن ديت، صدقيني والله ما هتندمك خالص، تطلعك احلى من المحلات 100 مره. تمام، ما فيهوش افتكاسات كتير وما فيهوش شغل كتير. هنا بعمل ايه؟ 3 ارباع كوبايه من الرز بس على اللتر، واقوم حاططهم كده اهو. تمام، كوبايه كاس كانت فيها ميه مفيش مشكله، واقوم حاطط بقيه الرز كله فين؟ هنا. بنقع الرز مع الحبل لمده كام؟ ساعه. نقوم راكنينه كده في جنب كده ونقول له مع السلامه دلوقتي، ونخش على موضوعنا الثاني اللي هو الكشري. الكشري بقى عباره عن ايه بقى؟ هدخلك برضو في المقادير على طول في الموضوع، الموضوع كله انا مش هعمل 100 حله، هم 3 خطوات بس اللي هنعمل فيهم الكشري. 3 خطوات زي العنوان اللي انت شفت في الفيديو. عباره عن ايه بقى؟ اول حاجه هجيب عندي الحله ديت اللي موجوده ديت، احط فيها زيت، زيت ذره. حلو الكلام. اسخن الحله كويس جدا، وبعد كده اقوم اقطع بصلتين اتنين جوانح. بصلتين اتنين ايه؟ جوانح. وابدا ان انا احمرهم لحد ما ياخدوا لون ذهبي اهو، وابدا ان انا اقلب البصل لحد ما ياخد اللون الذهبي الغامق. طيب بعد بالظبط مرور 10 دقائق او 5 دقائق تقليب، وبعد ما ياخد اللون الذهبي خلينا نشوف هيبقى عامل ازاي، نغطي عليه. ممكن على فكره اللي انا اضيفه وهو بيتقلب كده مكعب مرق لو عايز يحمر على طول، لكن ما تمناش مكعب مرق، خلينا كده زي ما احنا. ادي البصل دخل في المرحله الاخيره اهوت، هيبدا بقى ايه بيكرمل، ويعني البصل فيه سكر سبحان الله طبيعي، هيبدا يكرمل وايه ويبدا اللي هو يحروق معايا لون ذهبي غامق. طيب تعالوا بينا يلا نروح هنا على النار ونعمل لكم المكرونه اللي احنا هنعملها اللي احنا نسلقها. فبجيب عندي شويه زيت صغيرين، معلقتين عشان ما تلزقش مني، وبعد كده بقوم واخد عندي شويه من الملح. ادي معلقه ملح حاطينها مع الميه السخنه، وبعد كده نقوم واخدين عندنا المكرونه. المكرونه حلوه بصراحه اللي انا بستخدمها ديت، دي معموله بالسومولينا، جميله بصراحه. هفتحها ونبدا ان احنا نسقط المكرونه. الكميه اللي انا عاملها دي ما شاء الله تكفي، يعني تكفي كميه حلوه يعني. اقوم واخد عندي تعالوا افتح لكم البصه. بص تعالى كده هنا، هنا لما نيجي نعمل مكرونه ممكن احنا نعمل بالطريقه دي، يعني نعملها على الخامه كده، نمسكها من هنا. تمام، بنعملها كده نفتحها كده سهله يعني مزيكا. وناخد عندنا المكرونه اهيت، وابدا ان انا اكسرها كده ونحطها مع المكرونه المقصوصه. بلاش نكتر مكرونه سباكيتي قوي يا جماعه، فاهم ازاي؟ نقلب. اهم حاجه ايه، ما تحسبوش الخطوه ديت لا خطوه، لا يعني دي ده سلق مكرونه يعني مش حوار. خلينا هنا في الزيت اللي هنا، انا حاطط زيت عندي على النار. تمام، واقوم مسقط فيه عيش شامي يلا، عشان كل حاجه تبقى جاهزه معايا. عيش شامي بجيبه بقطعه عندي مثلثات، وببدا ان انا ايه احمصه معايا. يلا نرجع بقى للبصل. اوعى الدهب، اوعى الدهب. نطلع اول حاجه كده اهو، ونصفي من الزيت كويس جدا الخبز بتاعنا، ونبدا نحطه على منشف مطبخ. والمكرونه عندي ما بتاخدش بالظبط سل، يعني مجرد ما تتسلق معايا نقوم مطلعينها عشان ما تبقاش عجينه، خلي بالك. تمام كده، طلعنا العيش اهو، وهو طالع كده، وهو طالع كده قبل ما يعني قبل ما ينشف كده، تقوم مديله ايه رشه كمون. الله عليك، وايه ونسيبه جانبا عشان يبقى كده جاهز معايا. بعد ما البصل خد لون ذهبي كده اهو، هقوم واخدين شويه. تمام، نقوم حاطينهم هنا في الطبق، دول هنزين بيهم ايه الكشري من فوق. حلو الكلام اهو، وبلاش ناخد الكميه كلها، نسيب ربع الكميه فين؟ في الحله. حلو الكلام. بعد كده اقوم واخد عندي ميه سخنه بتغلي، حطينا هنا على كمية البصل،
اللي هنسقط فيها ايه؟ العدس. وبعد كده اقوم واخد عندي العدس اللي انا نقعه لمده نص ساعه، مسقطه في الميه. واديله تقليبه، الله عليك، ونسيبها تغلي مع بعض. وطي عليها النار ربع ساعة بالظبط بقى ونرجع له. هنا بقى هنعمل الصوص الأحمر بالمرة. يلا واحنا شغالين كده، حط عندي شوية زيت ذرة. بعد كده أقوم واخد عندي ثوم مفروم. دي الخطوة كام؟ خطوة رقم 2، تمام؟ أيوه، خطوة رقم 2. أعلي بس النار عليها وأحمص عندي الثوم. بعد ما يتحمص هنرجع لكم تاني وأقول لك هنعمل إيه. الله عليك بقى، خلاص كده الثوم اتحمص. وده اهم على فكره مرحله في مرحله الصلصه، لازم تحمصوا الثوم كويس. الله، شوف خلل، ولع الدنيا. بعد كده نقوم واخدين عندنا الطماطم المصري الجامده قوي الحمراء اهي، نقوم حاطين عليها ونمصمص بقى شويه من الميه، تمام؟ يعني شويه في الخلاط دول شويه ميه كده صغيرين ونحطينهم عليها. وبعد كده نقوم حاطين معلقه صلصه طماطم، او ان والله الطماطم ما شاء الله مش محتاجه. ونقوم مقلبين تقليبه محترمه ليها، واسيبها عندي على النار. وقبل ما اسيبها على النار بقوم نديها شويه كمون صغيرين، اقل شويه كمون. ونقوم مدينا شويه ايه؟ شويه ملح. اقول لك على تكه حلوه بقى بالصلصه ديت، خلي طعمها حلو. معلقه سكر صغيره، بص رشة سكر صغيرة كده، خلي طعمها مسكر وعسل. نقلب يا باشا بقى، والسكر ده بيخلي طعمها مسكر وزي العسل. نسيب الصلصة ديت بقى تغلي براحتها ونقيه نغطي عليها. هنا العدس بقى، اللي احنا بنعمله هنا ان احنا بنغلي العدس لوحده ربع ساعة الأول، لأن العدس بياخد سوى أكتر من الرز، ينشي براحته ويستوي براحته وبعد كده نسقط فيه الرز. في ناس بقى بتحب شويه عدس اكسترا كده مثلا، يعني زياده، فانا خدت شويه عدس حطيتهم فين؟ هنا في البوله، اقوم واخدهم هنا في حاجات التقديم. هنا بقى بقوم قايم مقلب، بص اللون بتاع العدس بقى عامل ازاي بقى مع البصل، شغل عالي. اقوم واخد عندي الرز بقى، ادي الرز بتاعنا الرز البلدي، واقوم واخد عليه ايه؟ مسقط معاه الشعريه المتحمره. وبعد كده نقوم واخدين عندنا شويه من الكمون. وبعد كده نقوم مملحين واخدين الملح. بسم الله، حاطين رشه ملح. بعد كده اقوم اقلب التقليبه المحترمه له، واسيبه عندي على النار يختم معايا كله مع بعض، الرز مع الشعريه مع العدس مع البصل مع زيت الذره. بص بقى خلاص، انت اكنك بتختم الرز عادي بقى. سيبه يغلي غلوتين، وبعد كده نقوم مهدين عليه النار لحد ما يبدا اللي هو يستوي. هنا الصلصه خلاص بدات تتسبك معايا وتمام التمام، ومش محتاجين منها اي حاجه. هوطي عليها بقى خالص وخليها تبقى دافيه عندك على طول. كده عملنا كام خطوه؟ ادي واحد، ادي اتنين، نخش على الخطوه رقم ثلاثه والخطوه الاخيره. اقوم واخد عندي شويه زيت صغيرين اللي هي ايه؟ الدقه بقى يا باشا، الدقه المصري المحترمه. اقوم واخد عندي شويه من الزيت الذره، هقطع عليهم توم، ثوم مفروم، واسيبهم عندي يتحمصوا. مش ناسيين حاجه؟ ناسيين ايه بقى؟ رز بلبن. نجيب عندي الطبق المحترم رقم واحد في مصر، طبق راق. دي الطبق اللي انت بتغلي فيه الشوربه، صح؟ طبق سفره محترم فعلا يغير لك الفكره بتاعت البورسلين. كلنا واخدين على ان احنا نحطه في النيش ما تستخدموش في حاجه، لا، هعمل فيه رز بلبن. خلينا نشوف بقى هيتعمل فيه ازاي. هقوم واخد عندي الحليب بتاعنا، ادي الحليب اللي انا نقعت فيه الرز لمده ساعه، ولو هتنقعد لمده ساعتين افضل. في الكوبايه الا ربع منين؟ في الكوبايه الا ربع من الرز، في الكوبايه الا ربع من الرز. حاطينه يا باشا كده اهو، وكل شويه ايه بالمعلقه كده على نار هاديه، بالله عليكي على نار هاديه خالص. الرز بلبن كل شويه نقعد نقلب فيه عشان الرز ايه؟ هتلاقيه بيسقط تحت. كل شويه تقلبي فيه لحد ما يظبط معاكي. الدقه وما ادراك ما الدقه، الثوم يبدا يتحمص معايا، اقوم نازل عليه بالخل. صلاه النبي.
ويغلي معايا غلوتين اتنين، وبعد كده نقوم واخرقين فين بميه سخنه عليها، وبعد كده نقوم واخدين عندنا الليمون، جايب ليمونتين اتنين وعصرهم عليها كويس جدا، واسيب يا باشا كل ده يغلي على النار غلوه. يبقى كده الدقه دي في ظهر السكينه على فكره، وبجيبها كده وبعصر بيها الليمونه، وبكده يكون ايه ما شاء الله الدقه تكون عندي جاهزه. ناقص لها ايه؟ ناقص لها طبعا اهم حاجه شويه الملح، ناقص لها شويه الكمون، الله عليك. ونقلب يا باشا كده الخطوه الثالثه جاهزه. نيجي نبص على الرز كده، شوفوا بيختم بقى معايا مع الاربع حاجات اللي موجودين اهو. هديها تقليبه، بص جمال الرز بقى عامل ازاي مع الشعريه مع العدس، ونقوم ايه واخدينه كده تقليبه، نقوم مغطين عليه ونهد عليه النار خالص لحد ما يبدا يختم، ونرجع لكم تاني. اوبا، ايه الشغل الجامد؟ خلص اهو، بص كله ختم مع بعضه، ودي اهم خطوه. بص الشعريه مع العدس يا مفلفل يا جامد، كل حاجه جاهزه، الحله من تحت ما فيش حاجه حصلت فيها، وتمام التمام قوي. طب نعمل واحد كباله ولا نعمل واحد كومبو؟ لا نعمل واحد كومبو بقى تقدم العيله كلها. طب هو عامل ايه؟ اول حاجه جايب عندي بسيمه زي دي حلوه كده، تمام؟ هو واخد ايه اول حاجه؟ شويه من الطماطم المخلله ديت، تمام؟ دي الطماطم المخلله، طماطم ايه؟ مخلله، مخلله ازاي؟ طماطم وقطعتها مكعبات، على فكره دي بتاكل. بحط فيها كمون، بحط فيها ثوم مفروم، بحط فيها ملح وشويه خل وعصير ليمون. اقوم واخد عندي البصل، فاكرين البصل ده اللي هو في اول مرحله؟ بص ناشف ازاي، اظن انتوا سامعين الصوت يا سيدي. بعد كده بقوم واخد عندي الباشا الكبير ده، انا ممكن احط دي هنا كده، معلش معلش انا مشترك يعني. بقوم واخد ديت حاطط اول طبقه سخنه نار من دي الخطوه اللي احنا حاطين فيها الاربع حاجات مع بعض. اخد اول طبقه من ديت حاطها كده، واقوم واخد عندي الباستا اللي احنا سلقينها، المكرونه الاسباجيتي مع المكرونه المقصوصه، بايديا اضغط، بايديا بضغط، واشتغلي بايدك، محدش يشغل بجرافزات يا جماعه في البيت، اشغل بجرافزات بس لما تيجي تعملي ايه تتبيلات حاجات معينه، غير كده احنا بنشتغل والله في البيت. اهم حاجه تعقمي ايدك وتغسلي ايدك كويس وخلاص. حمص شام من فوق في النص كده اهو، وتقوم واخده الطبقه اللي بعد كده حطها على المكرونه، صلاه النبي اهو، وزع واكبس مش هينفع بالداية طبعا. حاجه سخنه جدا، شويه كمان نكبس 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 كويس، دلع الدنيا. شويه مكرونه اللي احنا سلقناهم المقصوصه مع الاسباجيتي، واخدهم كده كبسهم، شويه بصل عليهم، اصحى بقى للي جاي، شويه صوص احمر عليها من فوق، الله عليك. وبعد كده تقوم واخد عندي العدس اخر طبقه خالص بقى، يا ربي يا ستير يا رب. ونقوم واخدين دي كده اهوت كابسينها كويس جدا عشان لما نيجي نقلبها. بعد كده بنقوم واخدين ايه؟ واخدين عندنا الستاند ده زي ما هنا كده، تمام؟ صلي على رسول الله اهو. الله الله. نقوم واخدين عندنا الايه؟ السلطه من فوق حاطينها، سلطه الطماطم، البصل، شرائح الخبز المجوعة. نقوم رصينا فين؟ رصينا كده بجنب الكشري بتاعنا عشان يطلع بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. واخر حاجة خالص بنقوم حاطين عليها ايه بقى؟ شوية الصلصة. الله الله
الصلصه الحمراء يا باشا، وعيش وسيبنا عيش. وده الشكل النهائي عندنا للكشري بعد ما اتقلب، اكبسيه كويس بس واقلبيه على طول. نسينا حاجه؟ نسينا اهم حاجه، هنحلي بيه بقى الرز بلبن. تعالوا نشوف يلا وصل لفين الرز بلبن. وده عندنا بقى، تعالوا شوف عندنا الرز بلبن بقى بعد ما ايه ما خرج معايا في طبق راك الجميل المحترم، الله عليك. بص بعد ما استوى والله ولا نشا ولا اي حاجه خالص. نقوم حاطين بقى ايه؟ مسكرين طبعا، السكر طبعا حسب الاحتياج. التكه المهمه قوي بقى ايه؟ كريم. وابدا اقلب في السكر عندي تمام؟ كان في ضيوف بس عندنا بس بنفتح له. بعد كده اقوم حاطط عندي كريم شانتيه، معلقتين اتنين من الكريم شانتيه تمام؟ واقوم اقلب عندي الكريمه، بيدي طعم حلو جدا جدا. وبعد كده اقوم واخد عندي حاجه بسيطه جدا من الفانيليا، مع رشه فانيليا صغيره او باكو فانيليا. وبكده الرز عندي يكون بص بقى عامل ازاي؟ وده الرز بلبن الحقيقي، اللي هو ما ينفعش يتحط عليه اي اضافات ثانيه، خلاص ولا نشا ولا اي حاجه، اشتغلي بالمعيار اللي احنا اتكلمنا عليه وهتطلعيه حاجه مظبوطه. هنقدم فيه ايه بقى؟ هنقدم فيه عندنا في، يعني عايز اقول لكم على الماركه دي. الماركه دي محترمه قوي يا جماعه، اسمها كريستال. ماركة حلوة جدا جدا جدا، تقدري تحصلي عليها على فكرة. في أنواع كاسات منها كبيرة، في كوبايات، في اللي هي شبات العصير، هتلاقي عندك الكوبايات اللي هي الصغيرة السادة. عايز أقولها لك من جوه عاملة إزاي. دي على فكرة كولومبية، بصراحة من الماركات المحترمة قوي. بص بصي المنظر دي، تعملي فيها، نعمل فيها الرز بلبن دلوقتي، شكلها عاملة إزاي. حاجة حلوة جدا جدا جدا. عندك ممكن تقدمي في هنا برضه، بص الشرب ده عامل ازاي، اسمها كريستال. بص دي عامله ازاي، وهميه. تقدري انت ان شاء الله تطلعيها وتختاري الشكل اللي انت عايزاه، ونبدا ان احنا نشتغل بيها، تجيبيها قبل رمضان، تعملي فيها خشاف، حاجات كتير قوي نقدر ان احنا نعملها بيها. يلا بينا نقدم الرز بلبن ونشوف هنقدمه ازاي. ابدا اخد الرز بلبن، تعالي بص عامل ازاي، يعني كريمي كريمي بجد، يعني سيبيه بقى يبرد وكليه بالهنا والشفا. هو اللي عايز يدخله فرن يحطه طبعا في بايركس خاص بالفرن، يعني ممكن تحطيه في اطباق راك وتدخليه الفرن، لكن الكاسات دي مش تنفع تخش فرن. وسيبيه يعمل طبقه القشطه اللي عليه من فوق تمام اهو. اللي عايز يعمله بشوكولاته يحط عليه كاكاو، يعني اللي عايز يعمله بشوكولاته برضه يحط عليه كاكاو، يبقى محترم ويبقى طعمه حلو جدا. في ناس بتحط عليه شوكولاته ساده. نعمل ايه بقى دلوقتي بقى؟ ممكن ازين اخر حاجه خالص، احط له شويه صوص كراميل من فوق. ممكن دلع بقى، ممكن دلع، ممكن ابو الدلع كمان، شويه صوص كراميل كده من فوق على الرز اللبن، صوص كراميل جاهز. ونبدا ان احنا نقدمه ونسيب اتنين ساده وتلاته بصوص الكراميل. دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب ان شاء الله تنول اعجابكم. عملنا الكشري طريقه حلوه جدا، جربوه ثلاث خطوات بس. عملنا الرز اللبن ازاي يطلع معاكي مظبوط من غير نشا ومن غير اي حاجه، عن طريق ان انت تنقعيه قبلها بساعتين اتنين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، معلش الفيديو طويل شويه بس كان فيه حاجات كتير. ما ينفعش الكشري من غير الرز اللبن. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه قادمه او في فقره قادمه او في وصفه قادمه ان شاء الله. ويا ريت تدعمونا طبعا بسبسكرايب على اليوتيوب، او تدعمونا بمتابعتكم على الفيسبوك. انا بشكر طبعا، احب اشكر طبعا كيتشن اندمور، الناس الجميله اللي اتعشت للمطبخ ديت، وهم بصراحه ناس بصراحه يعني ذو ثقه عاليه جدا، وعملوا حاجات كتير جدا في المطبخ عشان يطلعوا لكم الصوره اللي انتم شايفينها قدامكم ديت. هم موجودين في اكتوبر، واللينك بتاعهم هتلاقوه تحت هو واطباق رايك. اشوفكم على خير، السلام عليكم.